أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست: في يوم الصحافة اليمنية نقابة الصحفيين تنعي 27 صحفيا. من عدن تايم: قاضية في العاصمة المؤقتة تقول قاعات الأفراح صارت أكثر ترتيبا وتنظيما من المحاكم في عدن. من القدس العربي: مشروع قرار في فرنسا يحظر الهواتف المحمولة في المدارس. أهلا بكم. منذ يومين يتصدر خبر وفاة الصحفي اليمني أنور الركن إثر خروجه من سجون ميليشيات الحوثي المواقع الإخبارية، حيث حملت نقابة الصحفيين ميليشيا الحوثي ما حدث لعدد من الصحفيين قضوا نتيجة التعذيب، وعنون موقع يمن مونيتور: الصحفيين اليمنيين تدين تعذيب صحفي حتى الموت في سجون الحوثيين. قال الموقع إن نقابة الصحفيين اليمنيين دانت جريمة تعذيب الحوثيين لصحفي يمني حتى الموت بعد يومين من الإفراج عنه عقب عام ونيف من الاختطاف. قال البيان: تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين قضية وفاة الصحفي أنور الركن إثر أو بعد يومين من إطلاق سراحه من قبل جماعة الحوثي في مدينة الصالح بتعز التي أخفته قسريا منذ شهور في ظل ظروف اختطاف غامضة بدت ملامح وحشيتها من الحالة الصحية السيئة التي ظهر بها الزميل. وحسب أسرة الركن فإن الصحفي توفي بعد تعرضه للتعذيب بحسب إفادة الطبيب الذي عرض عليه بعد خروجه من المعتقل. وحملت نقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا بد من محاسبة الجناة. في ذات الموضوع المتعلق بتعذيب ووفاة الصحفيين اليمنيين في سجون ميليشيات الحوثي يعنون الموقع بوست: في يوم الصحافة اليمنية نقابة الصحفيين تثمن نضالات الصحفيين وتنعي 27 صحفيا. يقول الموقع مستندا إلى بيان النقابة: الصحفيون اليمنيون يحتفلون اليوم بيوم الصحافة اليمنية في ظل ظروف غاية في الصعوبة تعيشها حرية الصحافة في بلادنا التي تعرضت لحرب ممنهجة منذ نهاية العام 2014 حتى اليوم. يتابع الموقع: الصحفيون دفعوا ثمنا باهظا عمدا بالدم بعد استباحة وسائل الإعلام ونهبها ومطاردة الصحفيين وإيقاف العشرات من وسائل الإعلام وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية. سيبكي الجميع بشكل مؤقت على الصحفي والناشط أنور الركن وقد ذهب إلى ربه بمظلمته، وتبقت أمامنا مظالم آلاف المختطفين. يمكننا على الأقل أن نصدر ضجيجا من أجلهم في وجه أسوأ عصابة عرفتها البشرية منذ خلق الله الكون. هذه فقرة من مقال كتبه علي الفقيه ونشر في موقع المصدر أونلاين. نتضامن اليوم مع الناشط والصحفي أنور الركن وقد أوصلته ميليشيات الحوثي في سجونها إلى حافة الموت وسلمته لأقاربه وهو في الرمق الأخير ليلفظ أنفاسه بعد ساعات من خروجه من أحد معتقلاتها شرق مدينة تعز. قد يكون تضامننا اليوم غير مجدي لأن الرجل قد دفع حياته ثمنا لوحشية هذه الجماعة ولسلبيتنا وتواطؤ العالم معها على سحق الصحفيين والتنكيل بأصحاب الرأي الرافض لمشروعها العنصري التدميري. اليوم لا يزال لدينا 12 صحفيا يقبعون في سجون الميليشيات ذاتها، مضى على اختطافهم 3 سنوات وتعرضوا لصنوف التنكيل والتعذيب، وأصبح معظمهم يعانون إصابات وأمراضا مزمنة نتيجة للتعذيب النفسي والجسدي البشع الذي قابلوه. لم نتضامن معهم كما يجب. تحل الذكرى السنوية الثالثة لاختطاف عبد الخالق عمران ورفاقه من صنعاء وهم لا يزالون خلف القضبان. المنظمات الحقوقية التي لا تزال تعمل من الداخل وتدعي المهنية لم تقترب من ملفهم مطلقا، والزملاء الصحفيون الذين في صنعاء ويجدون توقيع بيانات التضامن مع كل واردة وشاردة لم يتفضلوا حتى بزيارة زملائهم الصحفيين المحتجزين في سجون جماعة الحوثيين ليشعروهم بنوع من التضامن.
ثلاث سنوات وهم محرومون من الشمس، محرومون من الهواء النقي، محرومون من الدواء، محرومون من رؤية عائلاتهم، يواجهون الإيذاء والقهر كل يوم. ورغم براعة عصابة الحوثيين في تلفيق التهم، فقد عجزت حتى عن تلفيق تهمة لهم لتجري لهم محاكمة صورية. لا مبعوث الأمم المتحدة ولا السفراء الأجانب الذين يلتقون بقيادات جماعة الحوثيين يهتمون لهذه القضية الإنسانية، مع أنهم يدركون تماماً أن الجماعة تحتجز الصحفيين لتستخدمهم رهائن، فهم ليسوا أسرى ولا محاربين. بالكاد تتمكن الأسر التي لديها عائل من تدبر شؤونها الحياتية في ظل الحرب وتواجه العوز والفقر، لكن أسرا أخرى تفقد العائل وتصبح وحيدة في معركة البقاء. يعنون موقع الصحوة نت، 84 أسرة فقدت عائلها خلال الشهرين الماضيين في تعز، حيث قال ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز إن 150 شخصا أصبحوا عاجزين عن ممارسة أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها. وذكر التقرير أنه من بين الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال شهري إبريل ومايو الماضيين، تم تسجيل مقتل 14 طفلا وتسع نساء و53 شابا، بالإضافة إلى إصابة 24 طفلا وثماني نساء و85 شابا. بعض تلك الإصابات خطيرة جراء المقذوفات والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين. وأشار التقرير إلى أن الحرب الدائرة خلال الشهرين الماضيين في تعز خلفت وراءها 324 يتيما يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم. في اليمن أصبحت السجون والمعتقلات ومراكز التعذيب سردية أخرى مرعبة من سرديات الحرب التي تلاحق اليمنيين، فلا فرق بين جلاد محلي أعمى يصوت اليمنيين وجلاد إقليمي جاء تحت مزاعم إعادة الأمل لليمنيين. هذا مقتطف من مقال كتبته بشرى المقطري في صحيفة العرب الجديد مضيفة. في اليمن تتسع خارطة السجون بتعدد سلطات الحرب وفصائلها وأحزابها السياسية، وتختلف هوية الجلاد باختلاف هويته السياسية، لكنهم يتفقون جميعا في شرعنتهم إجراءات غير قانونية تنتزع من اليمنيين إنسانيتهم. تفوقت أطراف الصراع اليمنية والإقليمية على بعضها في تشييد السجون، وهو ما حول الاعتقال من أداة ضبط اجتماعية للخارجين عن القانون إلى وسيلة تستخدمها أطراف الصراع للتنكيل بمعارضيها، وكذلك لفرض أجندتها السياسية في المنطقة الخاضعة لها بالقوة، ومصدر مالي لاستمرار حربها في مناطق المواجهات، فضلا عن استخدام المعتقلين رهائن في صفقات تبادل أسراها مع أطراف الصراع الأخرى. تتصدر جماعة الحوثي جرائم الاعتقالات في اليمن، إذ يبدو أن استخدامها لاعتقال سلاحا في وجه معارضيها كان انعكاسا لهويتها الدينية المغلقة التي لا تقبل الآخر المختلف. تزامنت موجة اعتقالات الجماعة خصومها وتشييد سجونها الخاصة مع ظهورها في الساحة اليمنية، وبعد تحولها إلى طرف رئيسي في الحرب الحالية، حولت جماعة الحوثي سجون الدولة في المناطق الخاضعة لها إلى معتقلات لخصومها ومعارضيها، كما استخدمت منازل بعض قياداتها القبلية والعسكرية وبعض المرافق الحكومية سجونا سرية. وترتب على حسمها الصراع مع حليفها السابق الرئيس علي عبد الله صالح وتحولها إلى سلطة مطلقة، أن صعدت جماعة الحوثي من إجراءاتها العنفية حيال المواطنين، إذ كثفت حملة اعتقالاتها التي طالت معتقلين من جميع التوجهات السياسية والدينية بما في ذلك أنصار صالح. وعمدت جماعة الحوثي إلى شرعنة اعتقالاتها عبر إقامة محاكمات صورية. يتكدس عشرات المواطنين داخل المحاكم في عدن، وبإمكان أي شخص حضور جلسات المحكمة، وهذا أثار استياء عدد من العاملين في القضاء. ووفقا لموقع عدن تايم، قاعة الأفراح صارت أكثر ترتيبا وتنظيما من المحاكم في عدن. ينقل الموقع عن القاضية نورة ضيف الله قعطبي قولها أنها منذ العام 1980 تعمل في قطاع العدالة كمحقق قضائي مترافعة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ولم تصل المحاكم إلى هذا الوضع المزري البائس الصادم قط. وأضافت هذه المحاكم مثلت أو
مثلت إلى وقت طويل قمة الأعراف والنظم القضائية، ولم يجرؤ أحد على الإساءة إليها وإلى أعرافها ونظمها. تتساءل نورا، من كان يجرؤ على الحديث بالقاعة وعلى التكلم عبر الجوال أو مع من بجانبه؟ من كان يجرؤ من الاقتراب من منصة القضاة أو الإحاطة بهم؟ بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. من جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليبراسيو الفرنسية عنوانا حول اليمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل 71 من متعاونيها إلى خارج اليمن لأسباب أمنية. قالت الصحيفة إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أنها نقلت لأسباب أمنية 71 من متعاونيها الدوليين في البلاد إلى خارج اليمن، وهم أكثر من نصف موظفيها الدوليين في البلاد. وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومونيك ستيلهارت في بيان، تعرض وفدنا في اليمن للتهديد مرات عديدة في الماضي، ولا يمكننا قبول أن يعرض نفسه لمخاطر إضافية في ظل الظروف الحالية. تتابع المنظمة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس، بعد أقل من شهرين من اغتيال أحد المتعاونين معنا وفي عام 2010 اختطف أحد موظفي اللجنة الدولية وأطلق سراحه بعد 10 أشهر. تضيف المنظمة، سلامة موظفينا هي شرط مسبق غير قابل للتفاوض لوجودنا وعملنا في اليمن، ويعتبر أولوية قصوى لنا. في تقرير خاص عن اليمن تعنون صحيفة العربي الجديد، الألغام الحوثية تنفجر باقتصاد اليمن. قالت الصحيفة، لا تقتصر أضرار الألغام بمناطق الحروب والصراعات في اليمن على العسكر والضحايا المدنيين، بل تتجاوز ذلك إلى تهديدات تبدأ بالمصالح الاقتصادية الكبرى للدول والشركات وصولا إلى معيشة المواطنين اليومية. المتمردون من جماعة الحوثي زرعوا ألغاما أرضية في المزارع والطرقات وفي مديريات محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، ما تسبب في تعطل النشاط الاقتصادي وتوقف القطاع الزراعي بشكل شبه تام. وتسرد الصحيفة إحدى الوقائع للتأكيد، بعد مقتل 6 وإصابة 4 آخرين بلغم أرضي الشهر الماضي بينما كانوا يعملون في مزرعة مانجو جنوب الحديدة، هجر المزارعون أعمالهم، كما كان مقتل 10 عاملين على الدراجة النارية في بلدة حيس سببا في توقف زملائهم، علما أن المركبات تعد من أهم مصادر رزق سكان البلدة. الباحث والمحلل الاقتصادي حسام السعيدي قال للعربي الجديد إن الألغام هي أخطر مخلفات الحروب، فقد خلفت آلاف من المعاقين والمصابين بعاهات مستديمة يصعب معها ممارستهم لأي نشاط اقتصادي مستقبلا، وتحولوا إلى عالة على أسرهم. من الخبرة الإنسانية في العصر الحديث، حتى لو سدت الأيديولوجيا القاتمة بعض الحاجات الاجتماعية مثل الحشد والتجنيد وقمع الآخر، إلا أن ذلك مؤقت ويتناقض على المدى المتوسط والطويل مع الحاجات الاقتصادية والسياسية للبشر. مقتطف من مقال كتبه محمد الرميحي في الشرق الأوسط مضيفاً، العلاقات الدولية تخلع ملابسها القديمة وتتزين بملابس جديدة مختلفة جرى تصميمها في المصالح التي يراد تحقيقها وليس في الأفكار التي يرغب البعض في ترويجها. لم يعد المعسكر الشرقي شرقيا بالمعنى القديم، فهذه روسيا الاتحادية رأسمالية الطابع أكثر من الرأسماليين، وتلك الصين تحقق نموا اقتصاديا غير مسبوق حتى في العالم الرأسمالي القديم.
الفرق أن بعضا من شرقنا العربي المنكوب ما زال خلف سراب الأيديولوجيا المشوهة، فذلك المجموع من اليمنيين الذين يسمون أنفسهم أنصار الله هم عينة من الأيديولوجيا المشوهة التي تحاول أن تعيد عجلة التاريخ إلى الخلف. إنها محاولة كتب عليها البؤس مهما لبست من شعارات، فالحكم الإمامي الأيديولوجي لم يعد يناسب العصر أو قادرا على حل مشكلات الشعوب في القرن الحادي والعشرين. إنه احتجاز النفس في دوائر مغلقة بالإهام المطلق والنهائي السرمدي، لذلك ليس له مستقبل وحتى إن كان له ماض، مثل حركة الحوثيين في اليمن كمثل حزب الله في لبنان، الذي يعرف الجميع أن طريقه إلى حرب تحرير هي طريق مسدودة بالكثير من العوائق، أهمها المساومة الإيرانية الغربية. كل ما يستطيع أن يفعله هو أخذ جموع اللبنانيين رهينة سلاحه لسوف يبدأ بالتقلص نتيجة المساومة الإيرانية مع الغرب. أما تيار الإخوان المسلمين المسيس أيضا يتشبث بأيديولوجيا الإسلام السياسي المرتكز على أيديولوجيا الخلافة والصحوة الذي أفرز الكثير من حركات التشدد. قصرت قيادات الجماعة على الرغم من كل النكبات السياسية التي واجهتها في القيام بمراجعة حصيفة للمسيرة والمسار، بل ظل كثير من منتسبيها في تلك الدائرة المغلقة من التمني وفي بعض الأوقات الأوهام المعلقة على الخرافة. ومن صحيفة القدس العربي اخترنا لكم واحدة من الأخبار المنوعة بعنوان مشروع قرار في فرنسا يحظر الهواتف المحمولة في المدارس. قالت الصحيفة سيضطر الأطفال المدمنون على استخدام هواتفهم في فرنسا للتخلي عنها في المدرسة بموجب مشروع قانون وصفه وزير التعليم بأنه إجراء للتخلص من السموم لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية. ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتمتع حزبه الجمهورية إلى الأمام بأغلبية مسيطرة في البرلمان في تمرير سريع لمشروع القانون في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر أيلول. وبحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90% من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة، وأثار الإجراء الفرنسي مناقشات في دول أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس. وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكر الهواتف المحمولة تقدم تكنولوجي لكن لا يمكن أن تسيطر على حياتنا، ولا يمكنك أن تجد طريقك في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعتك القراءة والكتابة والحساب واحترام الآخرين والعمل في فريق. الأحداث كما وثقتها عدسات مصوري صحيفة الجارديان البريطانية من أماكن مختلفة من العالم نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.